وللوقوف على أوضاع النازحين في سوريا في ظل استمرار العاصفة الثلجية في الشمال السوري، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المدير التنفيذي لجمعية غراس الخير الإنسانية عباس شمس الدين. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، حياكم الله وبارك الله فيكم وبجهودكم، شكرا على الاستضافة. أستاذ عباس، من خلال عملكم في المجال الإنساني، كيف يمكن تقييم أوضاع النازحين اليوم والأضرار الناجمة عن موجة الثلوج الأخيرة التي تجتاح إدلب؟ حقيقة يعني يعاني النازحون في الشمال السوري أوضاع إنسانية صعبة جدا جدا جدا. يعني نحن الآن تقريبا نبدأ في الذكرى، ندخل في السنة 12 للمأساة السورية، وكل عام نحن نتكرر المأساة في فصل الشتاء خاصة، والذي يحمل معه معاناة الكثير من العوائل التي تعيش في مخيمات لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. هذه العوائل تفتقر إلى المقومات الحياة الأساسية للعائلة البسيطة. يعني في ظل غياب وسائل التدفئة وانعدام فرص العمل ويعني وعدم وجود أي مقومات تساعد هذه العائلة على الاستمرار في أبسط الأساسيات التي تحتاجها العائلة، فما بالك بعائلة تعيش في خيمة المطر يعني كان في أكثر من 6.5 مليون يعني 6.5 مليون شخص يعيشون في هذه المخيمات. نعم. عدد الأطفال فقط 2.5 مليون طفل تقريبا. عدد كبير من سكان هذه المخيمات هم الأطفال. هناك غياب كامل للرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى نقص مواد التدفئة والمواد الغذائية. نعم. وخاصة نحن الآن رح ندخل في رمضان وهذه العوائل مستمرة معاناتها، فما بالك الذين تهدمت خيامهم وكانوا يعني أو فقدوا كل شيء بسبب العواصف بسبب الثلج الذي غطى معظم المخيمات في الفترة السابقة والفترة الحالية الآن. الحديث عن هذه المعاناة الإنسانية، كانت هناك تقارير إعلامية كشفت عن تضرر 44 خيمة للنازحين في إدلب. في ظل هذه الأوضاع، ما مدى إمكانية أو سهولة وصول المنظمات الإنسانية والإغاثية لتقديم مساعدات للنازحين في إدلب؟ حسب التقارير أعتقد أنه هناك 44 مخيم تضرروا من العواصف في إدلب. نعم. الذي بدأت العواصف، أقصد الأخيرة اللي بدأت من 4 أو 5 أيام. نعم. نحن نتكلم ثلجية عن بداية الشتاء. بداية الشتاء حتى الآن المتضررين يتجاوز 100,000 شخص. الحقيقة تعمل المنظمات الإنسانية بكل طاقاتها للتخفيف من معاناة أخواننا النازحين في المخيمات من خلال إدخال المساعدات وتأمين الاحتياجات الأساسية قدر الإمكان الذي تخفف عن العوائل النازحة وسكان الخيام برد الشتاء. يعني نحن كجمعية غراس خير إنسانية سعينا إلى تقديم ما يقارب 600 طن من المواد التدفئة للنازحين في المخيمات. مع ذلك إلى الآن يوجد بعض المخيمات لم تصلها المنظمات الإغاثية بسبب يعني في كل عام ينخفض التمويل الخاص بسوريا والشمال السوري بالتحديد. نعم. أكثر من العام قبله، طبعا هذا بسبب كثرة الأزمات في العالم والذي يؤثر بشكل مباشر على سكان المخيمات. يأمل الكثير من النازحين أستاذ عباس الانتقال إلى مباني أو العودة إلى مناطقهم، ما إلى أين وصلت هذه المشاريع في نقل النازحين أو توفير على الأقل أماكن ملائمة تتوفر فيها الإمكانيات اللازمة لهم ولأطفالهم؟ طبعا بعد ما ذكرنا سابقا 11 عام على الأزمة السورية، في بعض العوائل تقريبا ما يقارب 8 سنوات ما يعني صرها 8 سنوات تعيش في الخيام، حتى انه في هناك اطفال ولدوا لا يدركون معنى وجود سقف وجدران وبيت يعيشون فيه، ولا تتوفر لهم حياه كريمه ضمن المخيمات. المنظمات من فتره تقريبا 3 أو 4 سنوات بدات بالتوجه الى بناء المشاريع السكنيه. طبعا طول الأزمة هو اللي وصلنا لوجود حاجة
بمثل هذه المشاريع. نعم. طبعا سابقا في ال 11 عام الماضي او في العشرة اعوام السابقه كان يصرف ملايين الدولارات على ترميم الخيمه دون وجود اي فرصه اساسا لتحسين الوضع المعيشي للعائله ضمن الخيمه. شكرا جزيلا لكم، المعذره لضيق الوقت على المقاطعه، المدير التنفيذي لجمعيه غراس الخيريه الانسانيه استاذ عباس شمس الدين، حدثتنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.